ولا لا؟ والان السلام الوطني جمهوريه مصر العربيه. بعد عزف السلامين الوطنيين لموريتانيا ومصر، الان يحكم هذا اللقاء طاقم تحكيم من الجزائر بقياده الحكم الدولي محمد بن نوزه ومساعد الاول الحكم الدولي ابراهيم جزار والمساعد الثاني احمد سدراتي من الجزائر والحكم الرابع احمد ابو العلا من مصر ومراقب المباراه الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم. خرجت فرقة الموسيقى والنهارده زي ما انتوا عرينا وعرفنا الفرقتين هيلعبوا بطريقة جديدة على منتخب مصر 4-4-2 وأيضا عرفنا إن موريتانيا بتلعب برضو عن طريق علي فرجاني المدير الفني الجزائري ب 4-4-2 لكن طبعا بيبقى في بعض التغييرات في نص الملعب زق واحد لازق واحد معاه واعمل اوفر عاليه ويخش على طول بلال سيدي بيه يلعبها على طول ناحيه اليمين لكرومو موسى مش عارف بيرجع ورا قوي ليه كده ناحيه اليمين وبرده شوف هم مهتمين جدا بزهراء الجنب مش عايزينهم مصر تهاجم من ناحيه زهراء الجنب ابدا واحمد حسن وعايز يلم وشوطة حلوه جوه جول يا زيدان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا زيدان خطف واحده ايه زي ما بقول لحضراتكم لازم يخطف واحدة جوه الجون في الدقيقة 20 يا ولد يا ولد يا ولد يا زيدان عمل واحدة سريعة وخطفها حلو قوي 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 يا الدقيقة 20 الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول زيدان يا الهدف الأول لمصر زيدان في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول خطفها إيه رايحة في حلوة 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 يا ولد جون جميل جون جميل ما يجيش جون في ماتش زي كده الا بخطفه زي دي يا ولد يا زيدان يا ولد يا زيدان لسه بقول لحضراتكم قبل الجون لازم جون يتخطف ما يجيش الا كده عملها حلوه 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 كلنا حتى في المدرجات ما كناش مصدقين انه لعبها بالسرعه دي وفي الحته دي جوه الجون جوه الجون جون جميل يا زيدان يا ولد يا ولد يا ولد لازم كده لازم وقادر ان يحافظ على البطوله هناك في غانا، ليه لا؟ على طول بتتلعب الكره العاليه، وادي هنا غالي يا ولد لعيب، انطلق على طريقه الدوري الانجليزي والتاني والتاني والتاني، لكن في مرماه مررها في الف شكر يا بلال، يا سلام عليك يا غالي، غالي ونفيس دائما يا حسام، حطها وفي مرماه مررها خلاص عدت وفي الشباك احتضنتها واعلنت على الفرح. لعيب وسط وسحب المهاجم كارون فوموسا. حاسس بزعل على ده تترات عرضيه هوبا فرصه عمر جمال تتصلح حسام غالي حسام غالي الهدف الثالث جوه جون الهدف الثالث لمنتخب مصر حلوه حلوه بقول لحضراتكم عندنا في مزيد من الاهداف لان السيطره مصريه النهايه السعيده دخلت شوف حضراتكم احمد حسن اتردت يا سلام يا عمر يا جمال رجعت على طول حسام ولف في وسط يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب ادي احمد حسن بدا اتردد على طول عمر جمال لمسه واحده وادي من الوضع طائرا يا ولد يا لعيب حلوه حلوه في المرمى يبقى الهدف الثالث حسام غالي بعد 66 دقيقه في الدقيقه 21 لمحمد شاوي وادي الكره الطوليه الاماميه مين يقابلها هنا وادي الكره العرضيه وممكن لسه الخطوره قائمه والمحاوله وهي الهدف هي الهدف جوه 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 هو الغالي هو الغالي لعيب لعيب شوفوا الكره اتلعبت ازاي واتحطت ازاي والراجل يعني حطها بمهاره عاليه جدا ومرت وكانه قال سكوت هنسدد يصمت الجميع وتتحدث قدم حسام غالي بالهدف الثالث.
محمد شاوي وادي الكره الطوليه الاماميه، مين يقابلها هنا؟ وادي الكره العرضيه وممكن لسه الخطوره قائمه والمحاوله وهي الهدف، هي الهدف جوه جوه جوه، هو الغالي هو الغالي، لعيب لعيب. شوفوا الكره اتلعبت ازاي واتحطت ازاي، والراجل يعني حطها بمهاره عاليه جدا ومرت، وكانه قال سكوت هنسدد، يصمت الجميع وتتحدث قدم حسام غالي بالهدف الثالث.